بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تعرفون في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الجهاز الهضمي وعرفنا شنو مكونات الجهاز الهضمي. فاليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن محاضرة الإندوكراين سيستم اللي هو الغدد أو نظام الغدد الصماء. The endocrine system is a collection of nucleuses, gland that secrete chemicals messages known as hormones. طبعا نظام الغدد الصماء هي عبارة عن مجموعة من الغدد أو عبارة عن مجموعة من الغدد الخالية منين؟ من القنوات. طبعا راح تفرز مادة كيميائية مرسلة، هذه المادة الكيميائية المرسلة تعرف باسم شنو؟ تعرف باسم الهرمون أو الهرمونات. The role of the endocrine system is to maintain hemostasis and long-term control of the human body using chemicals signals the hormones. طبعا دور نظام الغدد الصماء هو شنو دورها الرئيسي؟ دورها الرئيسي هو يكون راح يكون الحفاظ على التوازن والسيطرة على المدى الطويل لجسم الإنسان باستخدام شنو؟ باستخدام إشارات كيميائية. هذه الإشارات الكيميائية هي شنو؟ هي هرمونات طبعا. Also the endocrine system work in parallel with the nervous system to control growth and maturation along with body homeostasis. طبعا ايضا نظام الغدد الصماء هو راح يعمل بالتوازي مع شنو؟ مع النيرفس سيستم، مع الجهاز العصبي، لغرض شنو؟ لغرض التحكم في النمو وكذلك النضج على طول مع توازن او استذباب شنو؟ الجسم. The hormones produced by the gland of the endocrine system are passed through the blood circulation to arrive at the target organ, which consists of series of cells that bear an appropriate hormone receptors. يتم تمرير الهرمونات التي راح تنتجها الغدد الصماء راح تمر خلال شنو؟ خلال السيركيليشن سيستم، خلال الدورة الدموية، اما الى العضو المستهدف. هذا العضو المستهدف الذي يمتلك سلسلة من الخلايا التي تعمل أو تحمل مستقبل هرمون مناسب. This receptor binds with the hormone molecules and triggers a series of chemical reactions inside the cell. طبعا هذا المستقبل هو راح يرتبط بجزيء الهرمون وكذلك راح يطلق سلسلة من التفاعلات الكيميائية داخل الخلية. طبعا كما ذكرنا سابقا ان نظام الغدد الصماء هو راح يتكون من مجموعه من الغدد. هذه الغدد هي راح تفرز شنو؟ راح تفرز هرمونات. راح نجي نشوف شنو هذه الغدد. The major hormone human endocrine glands include. طبعا راح تشمل الغدد الصماء البشريه الرئيسيه ما يلي. اول غده طبعا هايبوثالاموس اللي هو غدد تحت الوطاء او الوطاء، وكذلك البيوتيتري جلاند هي الغدد النخاميه، وكذلك الثيرويد جلاند اللي هي شنو؟ الغده الدرقيه، والبنكرياس، والادرينال جلاند اللي هي الغده الكظريه، وكذلك ذا كوندس اور سكس اورجنز الغدد التناسليه والاعضاء الجنسيه. فنكمل هذا مخطط ذكري وانثى، وهنا راح يوضح موقع الغدد. هنا اللي هي الثيرويد جلاند هي غده درقيه راح تكون عند اللوزتين، كذلك هنا راح يكون الهايبوثالاموس الغده تحت الوطاء، البيوتيتري جلاند كذلك راح تكون هنا موجوده، الاوفري، التستس، البنكرياس. طبعا عندنا راح نبدا بسبب الموضوع اللي هو موضوع اخر هو الهرمونز، الهرمونات. خلينا نشوف شنو يقصد بالهرمونات. The hormone is the messenger molecules synthesized and secreted by a group of specialized cells that constitute an endocrine gland. طبعا هو جزيء مرسل
يتم تصنيعه وافرازه بواسطه مجموعه من الخلايا المتخصصه. هذه الخلايا المتخصصه شو راح تشكل؟ راح تشكل الغدد الصماء الاندوكراين جلاند. These glands are ductulases, which means that their secretion hormones are released directly into the bloodstream and travel elsewhere in the body to target organs. طبعا هذه الغدد هي راح تكون بلا مجرى مثل ما تكلمنا في بداية المحاضرة، مما يعني ان افرازاتها اي افرازات الهرمونات راح يتم اطلاقها مباشرة. وين راح يتم اطلاقها؟ مباشرة في البلوستريم، في مجرى الدم. بعدها راح تسافر او تتمكن من السفر الى مكان اخر في الجسم، في جسم الانسان، لاستهداف الاعضاء التي تعمل عليها. وهذا راح يتناقض، طبعا راح يتناقض مع الغدد الخارجية التي لها قنوات تطلق المواد التي تنتجها. طبعا الغدد الخارجية اللي هي الاكسوكراين جلاند هي not parts of the endocrine system secret products that are passed outside the body. For example, sweat glands and salivary glands are examples or exocrine glands. طبعا الغدد الخارجية التي هي جزء، ليس جزء من النظام الغدد الصماء، هي ليس جزء من النظام الغدد الصماء، هي راح تفرز المنتجات التي تمر إلى خارج الجسم. مثل شنو؟ مثل الغدد العرقية، أي العرق الذي يخرج خارج الجسم، وكذلك مثل الغدد اللعابية. طبعا هذه راح تكون هي أمثلة على الغدد الخارجية الصماء. There are three general groups of hormones. These are classified as follows according to their chemical structure. طبعا هناك ثلاث مجموعات، هذه المجموعات هي عاملة من الهرمونات في، هي راح تكون مصنفة، هي مصنفة على النحو التالي وفقا لتركيبها الكيميائي. مثل شنو؟ سترويد هرمونز اللي هي الهرمونات السترويثيدية، بما ذلك انكلود البروستاجلاندينز، بالعربي بروستاجلاندينز. طبعا which function specialty in a variety of female function and the sex hormone, all of which are lipids made from cholesterol. طبعا هذا النوع اللي هو الهرمون الستروويديد بما فيها هرمون البروستاجلاندين التي تعمل بشكل خاص وين؟ في وظائف نسائية فيميل متنوعة وهرمونات جنسية. طبعا كلها راح تكون مصنوعة، هي كلها دهون مصنوعة من الكوليسترول. النوع الثاني امينو اسيد ديرايفدز اللي هي شنية المشتقات الأحماض الأمينية like ابينفرين، مثل الابينفرين. هذا راح يكون شنو؟ derives from amino acid، يعني راح يكون مشتقة من الأحماض الأمينية بشخص، خاصة التيروسين، خاصة هرمون التيروسين. النوع الثاني هو البيبتيد هرمون، الهرمونات البيبتيدية like insulin، مثل الإنسولين. طبعا هذه الهرمونات راح تكون هي مجموعة الهرمونات الأكثر عددا وشيوعا، الهرمونات البيبتيدية مثل الإنسولين. هاي هي الأنواع الثلاثة اللي هي مصنفة حسب التركيب الكيميائي. Mechanisms of hormones action، آلية عمل الهرمونات. خلينا نشوف شنو آلية عمل الهرمونات وش يقصد بآلية عمل الهرمونات. Hormones trigger action in specific target cells after binding to inappropriate receptor. Receptors are membrane proteins that bind to hormones. A certain hormone receptor located on a specific target cell can only bind to one type of hormone. طبعا تؤدي هذه الهرمونات الى اتخاذ اجراءات في الخلايا المحددة المستهدفة. طبعا بعد الارتباط بمستقبل معين بالتأكيد. هذه المستقبلات هي عبارة عن بروتينات غشائية ترتبط بالخلية. Are membranes protein that bind to hormone. هي هذه المستقبلات هي عبارة عن بروتينات غشائية. وين ترتبط؟ ترتبط بالهرمونات. طبعا يمكن لمستقبل هرمون معين موجود في خلية مستهدفة محددة أن يرتبط بنوع واحد فقط من الهرمونات. More than 50 human hormones have been identified. تم التعرف على أكثر من 50 هرمونا بشريا. هذه الهرمونات الخمسين all act by binding to
تو ريسبتر موليكولز كلها تعمل أو كلها ترتبط بجزيئات المستقبل. The binding hormones causes of change in the shape of the receptor. هذه الهرمونات الخمسين هي راح تسبب شنو في حدوث تغيير في شكل المستقبل. المستقبل. This alteration هذا التغيير إنه شنو راح يؤدي. This alteration of receptor molecules causes the cell to respond to the hormones. هذا التغيير في جزيء المستقبل راح يؤدي إما إلى استجابة الخلية إما للهرمون. There are two different mechanisms of hormone action on altered cells. طبعا توجد آليتان مختلفتان لعمل الهرمونات على جميع الخلايا المستهدفة. شنو هذه الهرمونات أو الآليتين؟ سترويدد أند نون سترويدد هرمون، هو الهرمونات الغير سترويدية والهرمونات السترويدية. فنحن نجي نتكلم عن النوع الأول اللي هو النون سترويدد هرمونز اللي هي الهرمونات الغير سترويدية. خلينا نشوف شنو آلية عملها. نون سترويدد هرمون ووتر سوليبل do not enter the cell but bind to plasma membrane receptor. طبعا هذه الهرمونات الغير سترويدية هي قابلة للذوبان في الماء، لا تدخل مباشرة الى الخلية، ولكنها وين راح ترتبط؟ راح ترتبط ببلازما غشاء المستقبلات. هاي آلة عملت عليها generating a chemical signal second messenger inside the target cell. طبعا راح بعد ما ترتبط ببلازما غشاء المستقبلات راح تولد اشارات كهربائيه، اي راح يكون رسول ثاني وين؟ داخل الخليه المستهدفه. 5 different second messenger chemicals in clones AMP have been identified. Second messengers activated other intracellular chemicals to produce the target cell response. طبعا راح يكون عندنا خمس مواد مختلفة للرسول الثاني. بما في ذلك طبعا النظام الدوري الـ AMP راح يوضح لكم في المحاضرة القادمة. الذي يتم التعرف عليه، طبعا راح يقوم هذا الرسول الثاني بتنشيط شنو؟ بتنشيط المواد الكيميائية داخل الخلية المستهدفة أو داخل الخلايا الأخرى لإنتاج شنو؟ لإنتاج استجابة للخلية المستهدفة. هاي بالنسبة إما لآلية عمل الهرمونات السترويدية. فراح نجي نوضح آلية عمل سترويد هرمونز اللي هو الهرمونات السترويدية. The second mechanism involves steroid hormones which passes through the plasma membrane and act in a two-step process. طبعا تتضمن الآلية الثانية هرمونات السترويد التي تمر وين؟ تمر عبر بلازما الغشاء، يعني عكس الأولى، عكس الهرمونات الغير سترويدية. راح تمر عبر بلازما الغشاء ولتعمل بخطوتين. Steroid hormone binds once inside the cell. طبعا راح ترتبط مره واحده وين؟ داخل الخليه، ترتبط داخل الخليه to the nuclear membrane receptors الى مستقبلات الغشاء النووي، وتنتج مستقبلات شنو؟ هرمونات مركبه منشطه. هذا الهرمون المركب المنشط راح يرتبط وين؟ بالحمض النووي للخليه وينشط، وبالتالي شنو؟ راح ينشط جينات محدده وكذلك زياده في شنو؟ في انتاج البروتينات، increasing production of proteins. طلابنا الأعزاء، طبعا إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة اللي هي المحاضرة الثامنة اللي هي الغدد الصم endocrine system، نظام الغدد الصم، وتعرفنا شنو يعني الغدد الصم وآلية عمل الهرمونات السترويدية والهرمونات الغير السترويدية، وعرفنا التصنيف الهرمونات أو الغدد الصم حسب التركيب الكيميائي وآلية عمل الهرمونات بشكل عام، وكذلك فد نبذة مختصرة عن الغدد الصماء. طبعا طلابنا الأعزاء إلى هنا تنتهي المحاضرة. طبعا هذه المحاضرة هتكون داخلة في الامتحان الشهر الأول. أتمنى أن تكون المحاضرة واضحة. ألتقي وياكم في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.